في هذه الدعوة سنخاطب الشيخ ونطالب به بدعم ناحية ربيعة، وخصوصا أن ناحية ربيعة أول المناطق التي تم تحريرها وهي تعاني من نقص في الخدمات، وهي سلة خبز العراق، وهذا من القطاع الزراعي أصابه إهمال كبير جدا في السنوات الماضية حيث عدم دعم من قبل الحكومة المركزية، وسنوصل رسالة للشيخ حتى يتم إيصالها للحكومة بدعم الفلاحين، خصوصا أنه عدد كبير من الفلاحين لم يستلموا مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي 2014 وبحاجة إلى دعم الفلاحين، خصوصا بموضوع المكنن الزراعية والأسمدة الكيميائية والبذور بدعم يكون مجاني أو شبه مجاني أو بالآجل حتى يتم حصاد الفلاح حصاد أرضه ويتم تسويق المحصول ويتم تسديد المبالغ ما بذمتهم. وكذلك نطالب من جناب كونه ناحية ربيعة هي يوجد فيها منفذ حدودي وهي واجهة العراق من الجهة الغربية وفيها منفذ، وهذا المنفذ يحتاج إلى فتح، وسيقوم هذا المنفذ بحصول واردات كبيرة للبلد وكذلك تشغيل أيادي عاملة كثيرة في هذا المشروع. وكذلك سنطالب من الشيخ أنه لدينا مشروع مستشفى في ناحية ربيعة، هذا المستشفى تضرر أثناء عملية احتلال داعش إرهابي للناحية وكذلك أصوابه ضرر كبيرة أثناء عملية التحرير. سنطالب الشيخ بإيصال كلمتنا أو عن طريق المنظمات الدولية، وكون له علاقات واسعة دولية، نطالب بإكمال هذا المستشفى، خصوصا المستشفى يخدم ما يقارب 4 نواحي ويستفيد منه ما يقارب 600,000 نسمة. نرحب بالشيخ جمال الضاري المحترم إلى زيارته لمنطقة ربيعة، وحنا نريد إن شاء الله زيارته والناس كلها ترقب جيته، أنه إن شاء الله جيته مثمرة، أن المنطقة تعبانة ومحتاجة، وما يخفى على كل المجتمع أنه الموصل مرت ورديعة والمناطق اللي قرب الموصل كلها تضررت وعانت ما عانت. فلنرجع ان الله سبحانه وتعالى ان الله يوفق الجميع ويكون هالجيه مثمره لجيه الشيخ جمال الضاري.